اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم وبكل الود والوداد. احنا على ميعاد مساء الجمعه في لقاء عربي اخوي رائع جدا ومناسبه افريقيه كبيره، اياب نصف النهائي الاهلي والوداد. يا باشمهندس، شفنا فيما سبق ميدو اتكلم عن ما دام اجلت الاهلي والرجاء لازم كنت تاجل الزمالك والوداد. لا، ما احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان يعني انت بتاخد الميزه دي دلوقتي اللي الاهلي هياخدها بعدين، وبعدين وانت بتاخد الميزه دي دلوقتي هيتعمل لك ماتش في النص، والاهلي بياخد الميزه دي بعدين هيتحط له ماتش في النص، لان في دوري وكاس لسه بيتلعبوا، وفي اجتماع في اتحاد الكوره لسه دلوقتي شغال عشان يعني يستقروا على هذا الحل. ومش من المصلحه انك تقعد اسبوعين ما تلعبش. صحيح. طيب، ايه الجديد في اداء الاهلي؟ ليه الاهلي بقى بيلعب كوره ممتعه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو موسيماني معاه عصا موسى رماها فعملت هذا التحول وهذا التغير، ولا امير الموهوبين وليد صلاح الدين ليه راي تاني؟ نشوف. الاهلي عرف يكسب الوداد ازاي؟ وهل هو قادر انه يعرف يعمل ده تاني؟ طبعا قادر يعمل كده تاني، طبعا وقادر يعمل كمان احسن من كده. هو الفكره ان الاهلي من بدري سبحان الله حضر كله كويس. طبعا يعني كل الناس اتفقت خلاص ان شخصيه النادي الاهلي واضحه جدا في المغرب، باين قوي الضغط بطول الملعب، باين جدا ان مستر موسيماني بيحضر كره من تحت من عند الشناوي، ودي حاجه رائعه. اللعب بقى اسرع، الاهلي ما بقاش بيخاف لما تضغط عليه. أيوه. يعني الناس عندها سرعه، كمان تيم النادي الاهلي اسرع رتم في الاربعه، اداؤه بقى سريع بقى. عشان كده الاهلي اجهز فريق في الاربعه. الاهلي الفريق الجاهز بدنيا وفنيا اكتر من اي فرقه. ده تحليل فني موضوعي على ارض الواقع، ولكنه تحليل عن ايه؟ انا بقى عدلي اللي بيخاف من اي حاجه حتى من الكلمه الحلوه. ده تحليل عن المباراه. المباراه لخصت كل اللي بيقوله الكابتن وليد ده. هل يتحول هذا الاداء الى ظاهره؟ اتمنى عندما يحدث هذا وتشيل الكاس ان شاء الله هتلاقي واحد تاني ان شاء الله. انما انا النهارده خايف باذن الله، وده الخوف الايجابي.